السلام عليكم، أهلا بك في المحاضرة الثانية في مادة التفاوض وإبرام العقود. هنتناول فيها الجزء الثاني من أساسيات التفاوض. في المحاضرة دي هنتناول عدة نقاط، أهمها خصائص التفاوض، أهمية التفاوض، وإيه هي البدائل المختلفة اللي بيستخدمها المفاوض واللي بنطلق عليها بنتا، وكمان ايه هي زوبة او منطقة التفاوض المشتركة بين اطراف النزاع. خلينا نبدأ مع بعض الاول نشوف ايه هي عناصر التفاوض. التفاوض بيشمل 3 عناصر اساسية، اللي هي الهدف من التفاوض واطراف التفاوض والقضايا التفاوضية. اول نقطة اللي هو هدف التفاوض، أهم عنصر عندي في التفاوض هو تحديد الهدف، وعشان كده حتى لما باجي أقيم عملية التفاوض ويصير مدى نجاحها أو التقدم فيها، ببحث دايما التقدم فيها نحو الهدف. أنا بسعى إن أحدد، أسعى لتحقيق الهدف اللي أنا حددته مسبقا ولا لأ. إيه هي المشاكل اللي بتقابلني؟ ايه طبيعة الهدف اللي انا محدده؟ هل نجحت في تحديد ملامحه؟ هل هو كان هدف واقعي؟ هل هو كان هدف قابل للقياس؟ هل هو كان هدف مقتنع به المفاوضين وبالتالي بيسعوا لتحقيقه، وهكذا. للطرف الاخر او العنصر الاخر من عناصر التفاوض، وهي اطراف التفاوض. في الغالب بيتم التفاوض بين طرفين بينهم نوع من الصراع أو عدم الفهم لقضية تفاوض لقضية ما أو خصومة أو مشكلة، وبالتالي في الأصل عند طرفين، ولكن قد يمتد نطاق التفاوض ويتسع نطاق التفاوض ده ليشمل أطراف أخرى. ممكن أتفاوض بين 3 أطراف 4 أطراف حسب نوع القضية اللي أنا بتفاوض عليه. وبالتالي الأطراف دي ممكن تكون أطراف مباشرة، يعني فيس تو فيس، أو بتقعد معايا في سيشن واحدة على مائدة التفاوض، وبالتالي هي بتسهم في الحوار والمناقشات إلى أن نصل لاتفاق ما. ولكن أيضا قد تكون هذه الأطراف غير مباشرة، ولكنها بتؤثر بطريقة أو بأخرى في سير العملية التفاوضية. ثالث عنصر عندي هو قضايا التفاوض. في الجزء الأول من المحاضرة الأولى اتكلمنا إن أنا ممكن يبقى عندي قضية واحدة، قضية تفاوضية واحدة، وبالتالي ممكن نطلق عليها عملية تفاوضية. أو لو قضية واحدة ولا تتفرع ولا يتوافر فيها بقية الشروط علشان أطلق عليها عملية تفاوضية فهي مساومة. ولكن التفاوض قد يشمل عدة قضايا أخرى، قد تكون هذه القضايا بينها نوع من التردد. مثلا انا لو عندي بتفاوض مع الموردين، فهتبقى القضايا التفاوضية اللي انا هشتغل عليها اثناء عملية التفاوض السعر والجودة والكمية، وقت التسليم، مكان التسليم، شروط التسليم، من يتحمل تكلفة النقل، تكلفة الشحن، تكلفة الفحص، وهكذا. مثال آخر لتنوع القضايا التفاوضية، لو أنت تقدمت لشغل أحد الوظائف، فالقضية التفاوضية في الأصل حول عملية التوظيف، ولكن هتشمل قضايا فرعية زي المرتب، فرص الترقية، مدى وجود تأمين صحي أو تأمين اجتماعي، مدى وفرة مواصلات، وهكذا. بننتقل للجزء الثاني في المحاضرة،
وهو خصائص التفاوض. التفاوض بيتميز بالخصائص الآتية: إن هو أحد آليات تسوية النزاعات وحل المشكلات والوصول لاتفاقيات بين أطراف النزاع. تاني حاجة إن بتظهر الحاجة للتفاوض دي كلما كان هناك إمكانية وجود منطقة اتفاق مشتركة. هنقدر نقعد على مائدة التفاوض ولا لأ؟ ودي اللي احنا بنسميها زوبا، زون أجريمنت، وهنشرحها في هذه المحاضرة. تالت خاصية عندي إن موضوع التفاوض واستراتيجيات والتكتيكات التفاوض بتتغير. أولا احنا بنختارها على أساس طبيعة الموقف التفاوضي، وبالتالي فهي تتغير من موقف تفاوضي لآخر. رابع خاصية إن التفاوض لا يتم إلا بوجود طرفين أو أكثر، زي ما قلنا في الخاصية اللي قبل كده. خامس خاصية إن التفاوض ما بينتهيش ان انا اعمل اجريمنت وخلاص. مجرد ان انا اوقع اتفاق او اكتب العقد يبقى خلاص كده ايه، احنا انهينا عملية التفاوض؟ لا، ده هي بتمتد. نتائجه واثاره التي قد تكون سلبية وايجابية الى ما بعد ذلك للتفاوضات المستقبلية. سادس خاصية ان التفاوض هي عملية اجتماعية معقدة. عملية اجتماعية لأن هي بتتم بين أطراف التفاوض وهم بشر، والبشر لا تجمعهم قاعدة أبدا في التعامل معهم. فأنت بتتعامل مع مفاوض أو عدة مفاوضين، سواء كنت أنا بتفاوض مع فرد أو بعتمد أو بتفاوض مع فريق تفاوضي. فكل مفاوض له سماته وخصائصه وقدراته ومهاراته واتجاهاته، كل دي فاكتورز وعوامل بتأثر في شخصيته. سابع خاصية إن نتائج التفاوض ما بتعتمدش بس على مهارتي أنا كمفاوض، ولا على الاستراتيجي اللي أنا هستخدمها ومهارتي في اختيار التكتيك في الوقت المناسب، ولكن في عوامل تانية بتخرج عن إرادتي. زي إيه؟ ماذا يتوقع مني الخصم أو الطرف الآخر؟ إيه تقديراته للموقف التفاوضي؟ إيه تقديراتي أنا لسلوك الطرف الآخر؟ إيه هي علاقاتي السابقة واللاحقة في مجال التفاوض؟ إيه هي العادات والتقاليد السائدة؟ هي اللغة المستخدمة والأهداف المعلنة وغير المعلنة. كل دي فاكتورز بتأثر على سير العملية التفاوضية ومن ثم على نتائجها. تعالوا ما نشوف ليه التفاوض مهم. الحقيقة إن التفاوض مهم في كل مجالات الحياة، مهم على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدولي وأكم من يعني تفاوضات، وما أكثرها التفاوض على المجال أو على المستوى الدولي. وأحب هنا وإحنا بنتكلم على أهمية التفاوض إني أذكر نجاح مصر في استرداد ده، في عملية من أهم عمليات التفاوض اللي من خلالها استردت جزء عزيز علينا كلنا في سينا، وهي طابة. وكل سنة كده وإحنا بنحتفل يوم 25 أبريل بتحرير سينا نتذكر مهارة المفاوض المصري والفريق التفاوضي. طبعا بعد حرب 67 واستيلاء إسرائيل على جزء كبير من سينا، ولكن بعد حرب ونجحنا في حرب 73 استردينا جزء كبير من سيناء، وظلت طابة منطقة نزاع. ولكن
كالعادة يماطل اليهود في ما يتعلق بالأراضي المحتلة، ولكن استطاع الفريق التفاوضي من خيرة المفاوضين، وكان من أكتر من مجال، يعني من مفاوض في مجال متخصص مختلف. كان في المحامي، وكان في أستاذ الجامعة، وكان في كتاب ومؤرخين، وكان في رجال من المخابرات، ورجال من رجالات الجيش. هؤلاء الأبطال، أبطال التفاوض، استطاعوا إن هم يعتمدوا على الخرائط اللي أثبتت إن مصر لها أحقية في طابة. ويمكن الجزء ده أنا شرحته تفصيلا وإحنا بنتكلم عن الفرق بين الأربيتريشن وبين الميديشن، ولكن كحس قومي إن كل مرة بنفكركم بيه كجيل واعد في الأمة العربية، لأن أولادنا الطلبة عدد كبير منهم من أولادنا العرب. يعني إحنا صحيح هنا في كلية بيزنس ما بنركزش قوي على التفاوض الدولي، لأن أنت ما مش بتدرس في بوليتيكال ساينس، وبالتالي بيبقى كل اهتمامنا بالتفاوض على مستوى المنظمات. لما أسألك وأقول لك ليه احنا بنتفاوض كمنظمة، أو متى تلجأ المنظمات للتفاوض، بنقول إن في حالات معينة، مثلا لما تيجي تجدد عقود قائمة بالفعل، لما أجي أتعامل مع مورد جديد، أو أتعامل مع مورد محتكر، أو أشتري آلات ومعدات رأسمالية، أو أستبدل أدوات. ليه هنا مهم ان اتفاوض على لما اجي اشتري الات ومعدات؟ لان الالات والمعدات بطبيعتها بتحتاج اني كل اكشن فيها بفلوس. لو جيت جزئية الصيانة معناها فلوس، لو جيت ادرب العاملين عليها معناها فلوس، لو جيت اعمل احلال لجزء من محتاجة فلوس، وهكذا. فدي بتبقى محتاج قوي ان اتفاوض عليها بدقة. خامس حاجة، لو ظهر عندي مشكلة، خلاص انا كتبت العقد، ولكن لما جيت بقى انفذ البنود بتاعته قابلتني مشكلة، يبقى اعمل عملية ايه؟ تفاوض. ايضا لو حدث تغييرات حادة اقتصادية، يعني ايه؟ لو انا قررت اني ادمج شركة مع اخرى، لو حصل نوع من التغير الحاد، يعني كان مثلا الدولار ب5 جنيه، وبعدين بعد بالعقد احنا كنا عاملين مثلا 5 سنين، كنت متعاقد ان هشتري الوحدة بسعر معين، وكان الدولار في الوقت ده 5 7 جنيه، ولكن مع التغيرات اللي حصلت وتوجه الدولة للإصلاح الاقتصادي وصل ل18 جنيه. هنا في تغير حاد في الاقتصاد، او في مكونات عناصر الاقتصاد، وبالتالي هنا بنلجأ ان احنا ايه؟ نتفاوض مرة اخرى. ايضا لو حصلت عندي نزاعات بين الطرفين، او انا بتفاوض لو انا باجي اعمل انترفيو للمديرين او للموظفين، وهكذا. طيب احنا خلاص اتفقنا ان التفاوض ده مهم، ولكن ما دام هو مهم هبقى انا حريص قوي ان العملية التفاوضية تنجح. وعلشان تنجح ليها مجموعة من المقومات. ايه هي؟ اول حاجة ان الاستراتيجية اللي انا بستخدمها تكون استراتيجية مناسبة جيدة، جيدة يعني مناسبة للموقف التفاوضي، وتحقق لي الهدف اللي انا من اساسه بدأت عملية التفاوض. ايضا التكتيك اللي انا هستخدمه يكون مناسب لمواردي، يكون مناسب للمهارات الفريق التفاوضي اللي عندي، وهكذا. تاني مقوم، كفاءتي في استخدام التوقيت.
التوظيف السليم للأسئلة لخدمة التفاوض، لأن الأسئلة أنا ما بقولش questions كده وارميها باء، لا، السؤال يعني بيعكس معلومة أو بستفيد منه في معلومة عن الطرف الآخر. رابع نقطة، الانتفاع بمزايا الاستشارة والوساطة والتحكيم. ليه؟ لأن احنا لما شرحنا الوساطة والتحكيم قلنا ان هو بيبقى طرف او اطراف بتمثل طرف ثالث بتدخل لمساعدة الطرفين على حل هذا السوء التفاهم اللي بينهم، وبالتالي انا لازم استثمر هذا التدخل بدرجة كبيرة. خامس حاجة، جودة ومهارة المفاوض. كل ما كان المفاوض ماهر عنده مهارة ولديه من القدرة انه يعرف يتكلم امتى ويسكت امتى ويطرح سؤال امتى ينسحب امتى ويقدم تنازلات امتى، كل دي مهارة بتحدد نجاح التفاوض عندي. ستة مقاوم، دقة وجودة العلاقات بين الأطراف. كلما كانت العلاقات جيدة كلما كان عملية التفاوض بيسودها نوع من التفاهم والتعاون، وبالتالي كلا الطرفين بيسعوا لتحقيق الهدف التفاوضي بتاعه. سابع حاجة، توفر مقومات الالتزام المتوازن بمبادئ التفاوض وتحقيق شروطه. تقدير مراكز القوى النسبية للأطراف، كل طرف عارف القوى التي يمتلكها، والقوة هي قوة نسبية مفيش حاجة مطلقة، ومن ثم مدى قدرة المفاوض انه يستثمر هذه مراكز القوة تجاه تقديره وتقدمه نحو الهدف بتاعه. كفاءة في صياغة الكفاءة الاتفاقيات والعقود. ليه؟ مهما كانت مهارة المفاوض ومهما كانت الاستراتيجية اللي انا حاططها جيدة ومهما كان التوقيت مناسب والمكان مناسب كل ده، واوكي وصلنا للتفاوض، ولكن اللي بيكتب صيغة الاتفاق قد يكون غير ماهر، قد يكون غير امين، وبالتالي قد يوجد ثغرة تمكن الطرف الآخر من إنه يستغلها استغلال سيء. تعالوا لما نشوف تحديد النقطة أخرى في المحاضرة، وهي بانتا. بانتا يعني إيه؟ Best Alternative to Negotiation Agreement، أو تحديد أفضل البدائل عن علشان أنجح في عملية التفاضل بتاعتي. لازم أدرك أنا كمفاوض إيه أحسن بديل عندي اللي يمكنني إن أتفق مع الطرف الآخر، يعني إن خلاص لما أحس إن العملية التفاوضية هتقف فابتدي أغير مسار سير العملية التفاوضية وابحث في البدائل الاخرى. معنى كده ان بانتا دي او البحث عن بدائل دي مهمة، ترجع اهميته انه بيمكنني كمفاوض ان نوصل لقرار حكيم مبني على بدائل متاحة ومدروسة في ضوء الهدف اللي انا بسعى فيه وفي حدود امكانياتي المتاحة. تعالى نقول مثال كده يوضح لنا يعني ايه بانتا. هنفرض ان سارة مثلا بتبيع الشقة بتاعتها وعرضاها للبيع، فتقدم لها 2 مشترين محتملين، حسن وعلي. حسن عرض 10 مليون جنيه، فسارة يعني كده قالت ايه، تم احتمال ان علي يعرض اكتر، فبدأت تتفاوض معاه، ولكن وخد يعني فقررت نفسها ان لو علي قدم اكتر من 10 مليون جنيه هيبقى البديل ليه، ولكن اتضح لها من
عملية التفاوض ان احسن سعر اتعرض عليها هو ال10 مليون جنيه اللي عرضها حسن، وبالتالي يمثل البديل الافضل ليها، وعشان كده قررت انها تبيع له الشقة. وبالقياس علي برضو بيبحث عن ما شقة تناسبه، تناسب موارده وإمكانياته المتاحة. وبالفعل بدأ وجد شقة بمبلغ 6.5 مليون، شقة مقبولة ومناسبة ليه ماديا، ومقبولة اجتماعيا ومريحة بمعاييره هو، ولكن ب6.5 مليون فبقت البديل الأفضل له. من المثال ده بيقول لنا إن كل مفاوض بيبقى عنده أكتر من بديل، يشوف إيه البديل اللي هيحقق له الهدف اللي بيسعى إليه في ضوء موارده المتاحة، سواء موارد بشرية، موارد مالية، وما إلى ذلك. طيب إحنا قلنا إن يبقى عندي مجموعة من البدائل عشان أختار أفضل. طب هحدد البديل الأفضل ده إزاي؟ أول حاجة أحط قائمة الإجراءات اللي هاخدها إذا لم يتم التواصل التفاهم، هعمل إيه؟ إيه هي الخطوات؟ تاني حاجة حسن اختيار البدائل الجيدة والوعيدة التي يمكن تحويلها إلى خيارات أو بدائل عملية، يبقى بديل واقعي يمكن تحقيقه. تالت خطوة التحديد المبدئي للبديل الوحيد الذي قد يكون هو الأفضل، أحدده بشكل إيه أولي كده. بعد كده أحدد الخطوط الفاصلة لقبول الاتفاق، يعني أقصى حاجة ممكن يقبلها الطرف الآخر إيه، وأقل حاجة ممكن يقبلها إيه. ننتقل لنقطة أخرى في المحاضرة، وهي تحديد منطقة الاتفاق المحتمل زوبا زون اوف بوسيبل اجريمنت. مهم أوي أثناء عملية تفاوضية إني أحدد المنطقة التفاوض دي، لأن هي من مقومات نجاحي، وبسميها أيضا إيه نطاق التفاوض. وتوجد هذه المنطقة إذا كان هناك اتفاق محتمل يحقق المصالح المشتركة بين الطرفين. معنى كده إن تحديد المنطقة دي بتديني أنا كمفاوض فرصة جيدة عشان أوصل لاتفاق يحقق مصلحة الطرفين. وعلشان كده طبعا مش سهل إن أنا أحدد المنطقة دي، لأن وعشان كده بتاخد وقت كبير. طيب تحديدها ده بيتفق ايه او بيتوقف على ايه؟ انا هسلك انهي مدخل، هل انا او انا والطرف الاخر، هل هيبقى مدخل تنافسي ولا مدخل تكاملي؟ تعالوا لما نشوف الكلام ده. قبل ما نتكلم على المداخل اللي هنسلكها اثناء العملية التفاوضية، نشوف المثال نفهم منه اكتر يعني ايه زوب. في المثال اللي فات واحنا بنتكلم على بنتا، قلنا ان الشقة اللي كانت عرضاها سارة ب10 مليون جنيه، وحسن تقدم كانت عرضاها مش محددة سعر، وحسن تقدم بمبلغ او بعرض 10 مليون جنيه، وكان ده بيمثل البديل الافضل ليها، ومن ثم تم بيع الشقة الى حسن. أما علي فبحث عن شقة أخرى في حدود موارده ومتطلباته الاجتماعية، ووجد بالفعل إن أفضل بديل ليه إن شقة اشتراها بمبلغ 6.5 مليون. وإحنا بنتكلم على زوبة، لو كان علي خلاص يعني عايز يشتري شقة في حدود مبلغ ما بين 6 أو 7 مليون جنيه، تمام دي إمكانياته المادية. وخلينا نفترض إن سارة فرضا ممكن تبيع شقتها بمبلغ 7 مليون جنيه،
فهم هنا في منطقة يحتمل فيها وجود اتفاق بينهم، 6 مليون و7 مليون، فممكن ايه يحصل اتفاق. ولكن لو سارة قالت انا مش هقل عن 10 مليون، 9 مليون ونص لا، وايضا علي قال انا ما اقدرش ادفع اكتر من 7 مليون جنيه، هنا ما فيش بينهم منطقة اتفاق، وبالتالي الافضل ان يتركا مائدة التفاوض. طيب تعال ما نشوف زوبة او منطقة الاتفاق المحتمل في المدخل التنافسي للتفاوض. في التفاوض التنافسي بيحاول كل طرف او كل اطراف هو ايه يقسموا المكاسب تنافسي، يعني كل واحد عاوز ياخد اكبر قدر من هذه المكاسب، لان التنافس هيعتمد على وين اند لوز، انا اكسب والطرف الاخر يخسر، وعلشان كده دايما النتيجة صفر، يعني واحد فائز والاخر ايه خاسر، ولا توجد بينهما منطقة مشتركة ابدا. يبقى تنافس نزول صلاح. تمام. طيب تعال نشوف منطقة الاتفاق المحتمل او زوبة في التفاوض التكاملي التعاوني. هنا بيسعى الطرفين لخلق مكاسب مشتركة تحقق مصلحة لكلا الطرفين، فهم بيتبعوا استراتيجي وين اند وين، انا اكسب وانت تكسب، رغم ان كل واحد فيهم مش هيحصل على نفس المكاسب اللي كان بيعتقد انه هيحصل عليها في بداية التفاوض. ننتقل لآخر نقطة في المحاضرة، وهي ايه المشاكل اللي بتواجهني في عملية التفاوض وازاي اتغلب عليها. في عندي 3 انواع من المشاكل. اول حاجة مشكلة الوصول لطريق مسدود. بتظهر المشكلة دي لو انا عندي مفاوض متعنت، مفاوض عنيد متشدد، ياخد تتشبث برأيه كده كأنه بيقول ايه يا مصلحتي يا ايه مش هتفاوض، اذا جاز التعبير يقولك فيها لخ فيها يعني. ولكن المفاوض الماهر بقى في الحالة دي لو قابلني النوع ده من المفاوضين اتبع بقى التكتيكات الاتية، اطلب فترة راحة عشان اراجع ايه الموقف، ابتدى كل طرف يراجع موقفه التفاوضي ويشوف ايه السبب اللي خلى الطرف الاخر يعتقد انه بيقدم ده الحل الامثل، يراجع نقاط الاتفاق في الحلول المطروحة ويركز عليها ويبرزها، يعني بين الجوانب المضيئة في جلسة. رابع حاجة احاول قدر المستطاع استبدل المفاوض المتعنت المتشدد بمفاوض اخر لو كان ممكن، اظهر نوع من تفهم الموقف التفاوضي، موقف المفاوض المتشدد ده او المتعنت ده، واظهر حسن اني مهتم بيه واني بسمعه كويس واني فاهم وجهة نظره اللي هو اعتراضه ده، رغم ان احنا يعني متفقين في حاجات كتير. احاول قدر المستطاع اهمشه واقلص دوره في المفاوضات، وذلك في حالة فشل كل محاولاتي ان اتعامل مع موقفه المتعدد. تاني مشكلة بتقابلني مشكلة وجود حيل غير اخلاقية. احيانا خلينا نفتكر ان التفاوض ما بيتمش في جلسة واحدة، ولكن أحيانا على عدة جلسات، بل قد يمتد لسنوات وسنوات. مثلا ممكن أنا كمفاوض أفاجأ بأن الطرف الآخر أو السيشن والجلسة دي بيشوبها نوع من الغش والتدليس والكذب وإخفاء المعلومات. أعمل إيه؟ بسرعة أفهم المتلاعب أو المفاوض المتلاعب معايا إن أنا
مدرك لكل ما يحدث ده، وبالتالي إذا شعر الطرف الآخر إن أنا إيه أوير كده وفاهم اللي ما يحدث، يعني هتتحسن سير العملية التفاوضية بطريقة مقبولة. لو أدرك المفاوض الحيل بعد الاتفاق، خلاص احنا بعد ما كتبنا أو اتفقنا وهنكتب العقد اكتشفت أيضا الغش والتدليس، هنا بقى أتصل بالشخص اللي خدعني ده وأخبره إن اكتشفت الموقف، وبالتالي أطلب إيه المفاوضات مرة أخرى. ده لو كان بما إن مفاوض يعني هو حريص على العلاقات في المستقبل. إذا لم أستطع إن أعدل الاتفاق ده بعد ما اكتشفت الغش أو الخديعة أو الكذب، هنا يجب عليا إن وما قدرتش أغير حاجة هعتبرها إن هي درس هتعلم منه مستقبلا. تالت مشكلة ممكن تقابلني، مشكلة غضب المفاوض. من السهل إن المفاوض يغضب كده أثناء عملية تفاوض، شد وجذب ومناقشات ولكن في يعني احنا بنتعامل مع بشر، فالمهتمين أو الخبراء في مجال التفاوض اتفقوا إن كل مفاوض ممكن يغضب مرة واحدة. معنى كده إن لو شعرت إن أنا هغضب مرة تانية أذكر نفسي بهذه، مش عايزين نقول قاعدة، أهي مبدأ يعني كده. وبالإضافة لكده إن أبقى مركز قوي على المشكلة اللي إحنا بنتكلم عليها أو المشكلة القائمة، مركزش إن المفاوض ده مقرف أو المفاوض اللي أمامي ده مستفز أو متعنت، وأفكر نفسي كده إن أنا هاجم المشكلة، مشكلتي هي المشكلة، إن أحل المشكلة مش مشكلتي إن أهاجم شخص. وبالتالي أبتدي أسأل نفسي كده بهدوء، لو أنا أحد التكتيكات إني طلبت راحة أقول إيه، طيب لو المفاوض ده يعني ايه ارجع انها كده بعيدا عنه يعني واختفى، هل هتختفي المشكلة؟ لا. يبقى في مراجعة النفس كده اقول لا، ده هتظل مش اقنع نفسي ان انا احاول اركز على المشكلة وليس على المفاوض المتعلق. بكده بتنتهي المحاضرة بتاعتنا اللي تناولنا فيها ايه هي مقومات التفاوض وايه خصائص التفاوض واهميته، واتكلمنا عن بنته او البدائل المتاحة، وايضا منطقة الاتفاق المحتمل اللي هي زوبع، وايضا ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني انا كمفاوض اثناء سير العملية التفاوضية، وازاي اتغلب على هذه المشاكل. أتمنى أن تكون المحاضرة إن شاء الله مفيدة بالنسبة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.